ليش انت اللي تطبخين؟ وين ماما احلام؟ ليش مو هي اللي تطبخ؟ ليش مو بعاجبك طبخي يعني؟ عساس تعرفين تطبخين يعني؟ ابشرك راح تتعودين عليه، كلها 3 ايام وما يكون قدامك خيار ثاني غير طبخي. ليش؟ وش بيصير بعد 3 ايام؟ لا ولا شيء حبيبتي، ما راح يصير شيء. الا بيصير، ويا ويلك لو ما صار. وابشرك انه ما راح يصير شيء. وابشرك ان راح نتقاسم الطبخ، يوم انا ويوم انتي. وش ذا؟ قرار اعفاء منصب المدير المالي. يبون تتكلم من جدك؟ اذا عندك اعتراض ارسل على بريد الشركه. هي عندي مليون اعتراض بعد. يبا اليوم انا كتبت منك 3 كفوف مو كف واحد. اول شيء تشيلني من مكاني، وبعدين تعين نائبي انا مكاني، في الاخير تديني قسم الصيانه. مدير قسم الصيانه؟ تراك مدير. يبا انت قاعد تعاقبني ولا تنتقم مني؟ ليه انت مسوي شيء تستاهل عليه عقوبه؟ هالحين صار الغريب اولى من ولدك على حلالك ومالك. افصل بين انك موظف هنا وبين انك ولدي. ابشر طال عمرك، انا الحين بفصل، وبصفتي المدير المالي في شركه وليد الصقيبي اتوقع من حقي اني اعرف ايش سبب هذا القرار اللي انت اتخذته. لا مو من حقك، انا عينت في المكان اللي اشوفه لمصلحه الشركه، وانت كموظف عندي هنا تنفذ قرارات الاداره وانت ساكت. لا ما راح اسكت، تعبت وانا اسكت في هالشركه. الى متى بقعد ساكت لكم؟ وكرامتي خط احمر عندي انا. تفضل استقالتي. شكرا يا يبه.